السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. معانا ضيف كريم اسمه الأستاذ محمد حازم شريف، هو باحث أكاديمي في مجال مكافحة إدمان المواد الإباحية، وراجل اسكندراني ولكن بيحب السمك بتاعنا في القاهرة أكتر من السمك بتاع اسكندرية. والدليل على كده إن امبارح كنت باكل أنا وهو في مطعم أكل السمكة بتاعتي، وكانت مفاجأة بالنسبة له، بفاجئه بالكلام ده على الهوا دلوقتي. لكن اهلا وسهلا بيك استاذ محمد حسن. اهلا بحضرتك. اهلا حضرتك مستر فضل. قبل ما ابدا، تسمعت المقدمه بتاعتي اللي انا عملتها؟ في حاجه عايز تضيفها على المقدمه دي قبل ما نخش في الموضوع؟ هو انا شايف طبعا يعني الاحصائيات كافيه، بس انا عايز اقول للناس ايه السبب اللي خلاني اقعد سنتين او سنتين ونص بعمل بحث على الموضوع ده. المشكله دي مشكله فعلا في مجتمعنا، سواء احنا مدركين لده او لا. مشكلة شوهت سلوك الشباب في الشوارع قدام البنات، مشكلة زي ما حضرتك قلت بتسبب حالات طلاق كتير جدا. كل أسرة في الطبقة المتوسطة عندهم بنت أو ولد احتمال يبقى عنده مشكلة خفية وهو إدمان المواقع الإباحية. الأب مش ما عندوش أي فكرة عن ده وما عندوش كيفية العلاج، ولما بيجي يتواصل ممكن مثلا يحصل إن الإبن يقول لوالده أنا بعاني من كذا كذا، فالوالد يقول له طب أنا كان أيامي فعلا كان بيحصل كده فترة وهتعدي. هو مش مدرك إن الموضوع انتقل من عادة لإدمان حقيقي. فهي مشكلة في مجتمعنا، ومشكلة سببها عدم وجود الرقابة وعدم وجود الثقافة الجنسية أو ثقافة التعامل مع الإنترنت بشكل عام. فأنا شايف إن فعلا إننا نتكلم فيها ونناقش أسبابها وعلاجها شيء مهم جدا. تمام. طيب تكلمنا عن كواليس هذا العالم الخفي، عالم إنتاج المواد الإباحية، ممثلاته، مخرجينه، خلفياتهم ايه، معتقداتهم ايه. بعد اذن حضرتك قبل النقطه دي هضيف بس حاجه بسيطه جدا. طيب يلا. في ايه الاختلاف ما بين البورنوجرافي او المواقع الاباحيه اللي موجوده دلوقتي واللي كان موجود قبل كده؟ هل على طول كان اي ماده اباحيه بتسبب ادمان، ولا فقط دي حاجه حديثه او مستحدثه؟ هو فكره بورنوجرافي ادكشن ده مصطلح جديد، عشان كده المجال ده ما فيهوش ابحاث كتير. تم نشأته مع تطرف المحتويات الإباحية الموجودة عن طريق الإنترنت. يعني مثلا في الخمسينيات كان في بلاي بوي، في السبعينيات كان في شرايط فيديو، ما كانتش صناعة قائمة بحد ذاتها بس كان فعل هواة. فهل البورنوغرافي ككلمة عامة بتسبب إدمان؟ لا، هو تطرف البورنوغرافي هو اللي عمل تغييرات في المخ سببت النزعة الإدمانية اللي موجودة في البورنوغرافي دلوقتي. ففي أربع صفات أساسية تتصف بها البورنوغرافي اللي موجودة عن طريق الإنترنت ما كانتش موجودة قبل كده في المجلات أو في شرايط الفيديو. تمام. أول حاجة الفانتسي أو الخيال. اللي احنا بنشوفه ده ملوش أي علاقة بالواقع خالص. كل ما التنافس بيزيد ما بين الشركات، كل ما المنتج بيقول انا محتاج ان انا اخلي المستهلكين دول ييجوا يشوفوا افلامي مش افلام المنافس بتاعي. فاللي بيعمله كالاتي، ان هو بيقول طيب انا هصعد الموضوع، هضيف إلمنت زياده، هخلي موضوع خيالي. فده اللي خلى البورنوغرافي دلوقتي تنتقل من شيء واقعي الى شيء خيالي تماما، بيشوه فكر الناس عن الجنس وبيشوه فكر الناس عن المفروض يتعمل في خلال يعني زواج. تمام. تاني عامل النوفلتي او التنوع. المجلات او الفيديو كانت موجوده بكميات محدوده، يعني انا بجيب مجله 30 40 صفحه فالموضوع محدود. نعم. لكن الانترنت عامل زي البوفيه، بيؤدي الى الاستهلاك الزايد او الاوفر كونسومشن، لان مفيش حد للموضوع. وعلى فكره الاوفر كونسومشن يكاد يكون هو سبب من الاسباب الاساسيه للادمان، سواء بنتكلم على ادمان مخدرات دراج ادكشن او فود ادكشن، او بنتكلم على بورنوجرافي ادكشن. فده حاجه من يعني زياده التنوع بتؤدي الى الادمان اكتر. بالظبط. يعني مثلا لو حد المتاح اكتر فعلا، لو حد قدامه بوفيه وحد قدامه صنفين، بطبيعه الامر اللي قدامه بوفيه هيحط كميات التوتال بتاعها اكبر من كميات الاكل اللي حتى لو خد معلقه واحده من كل صنف بقى عنده كميه اكل كبيره جدا. بالظبط. بالظبط. ثالث نقطه البروتاليتي او العنف. كل لما البورنوجرافي بتتطور في الخيال بتاعها بيتطور معاها بشكل متوازي العنف ضد المرأة. وعشان كده كان في فامينيستس او حركات نسائية كتير جدا في السبعينيات في امريكا كانت يعني ضد البورنوجرافي وضد وجودها وضد الصناعة دي. تمام. رابع، دفاعا عن المرأة. الفيمينيزم اللي هو الحركات التي تدافع عن حقوق المرأة. فدول كانوا ضد البورن وضد الإباحية. بالزبط. مش لمسألة بالزبط. أخلاقية، إنما لمسألة واحدة بتفيدهم، وهي ان يقل العنف ضد المراه. فكل ما يزيد المواد الاباحيه كل ما يزيد العنف ضد المراه. فعلا هم اساسا في الاصل ايام قبل كده، قبل وجود الانترنت، هم ما كانوش معارضين للبورنوجرافي. عرضوها لما بقى محتواها قائم على العنف ضد المراه. رابع نقطه هي الادمان
او الادكتيفنس. النقطه الادمانيه زي ما قلت لحضرتك ما كانتش موجوده في البورنوجرافي القديمه اللي كانت موجوده في المجلات وشرائط الفيديو. ودي هنتكلم عليها بشكل مفصل قدام ان شاء الله. اوكي تمام. حضرتك كنت سالتني سؤال بقى الكواليس. الكواليس بقى بتاعت هذا العالم الخفي بينتج ايه؟ فين الممثلات وحياتهم عامله ازاي؟ مخرجينه معتقداتهم عامله ايه؟ ده عايزين نعرف عنه شويه. هل ممكن حد يتخيل ان الممثله اللي هو بيشوفها عشان تستحمل العنف الجسدي اللي بيحصل على السين بتكون واخده مخدرات؟ دي اول حاجه. يعني معظم الممثلات اللي احنا بنشوفهم ونشوفهم بيعملوا افعال جنسيه معينه بيستخدموا المخدرات عشان يخدروا نفسهم ويقدروا يستحملوا الالم الجسدي اللي بيحصل. تمام. في شخصيه معروفه جدا اسمها شيلي لوبن. شيلي لوبن كانت ممثله من الممثلات الموجودين في صناعه الافلام الاباحيه، وسابت الصناعه دي بعد لما اصيبت بمرض جنسي معين. تمام. اللي هو اللي اسمهم STDs او sexually transmitted diseases. شيلي لوبن بعد لما سابت الصناعه دي قررت ان هي تفتح مؤسسه اسمها The Pink Cross Foundation. المؤسسه دي خاصه The Pink Cross Foundation. اللي عايز يدخل على الانترنت يبحث عنها. مؤسسه عملتها شيلي لوبن. دي كانت ممثله إباحية قبل كده. بالزبط. ولكنها بعد ناشطة كده بقت ناشطة دلوقتي. تابت، نقدر نقول تابت عن هذا الأمر بعد ما التقطت الأمراض الجنسية اللي بتيجي. حتى الموقع بتاعها لو حد عايز يخش عليه اسمه shillylubin.com. shillylubin.com. أوكي. .com. في كل تفاصيل عن حياتها. فشيلي لوبن بعد لما سابت الصناعة وفتحت المؤسسة دي كان هدفها ان هي تعين الناس اللي بتسيب البورنوجرافي ان هم يلاقوا مسكن مؤقت ومصدر فلوس مؤقت. لان هي لما اكتشفت حقيقة الصناعة دي، طبعا اي بنت بتخش في الاول بتبقى فاكرة ان الموضوع فيه فلوس كتير وان هيبقى مفهوش اهانة ليها وان ده مصدر رزق كويس واسهل، يعني واحد يبقى دكتور ولا يبقى بورن ستار. اعتقد اللي باين اسهل شويه انه بورن ستار. وبان الاعلام بيدي صوره حسنه للصناعه دي. فده من العوامل اللي بتساعد البنات ان هم يقعوا فيها. المهم شيلي لوب ليها مقوله مشهوره جدا بتقول ان انا عمري ما قابلت بنت في صناعه الافلام الاباحيه كانت معجبه او مبسوطه من اللي هي بتعمله. كلنا بنكذب، كلنا ممثلات جيدين جدا، الرجال بيسيئوا الينا واحنا بنسيء اليهم جنسيا. بمعنى هم بيسيئوا الينا لان هم بيقبلوا بالافلام دي وبيستهلكوها، واحنا بنسيء اليهم ان احنا بنبيع لهم خيال واكاذيب بيشوه فكرهم. يعني هي البينك كروس فاونديشن عملتها شيلي لوبن عشان خاطر تساعد البنات اللي وقعوا في الفخ دوا ومصيده التمثيل في الافلام دي، يعني هم يتوبوا عن هذا الامر. بالزبط. او يقلعوا. بالزبط. عنه. عبده بيفكرني برجب طيب اردوغان لما كان عمده اسطنبول. تمام. ايام حكم اربكان، هو كان ساعتها في الحزب بتاع اربكان. قدروا يقضوا الاخوه بتوع الرفاه، حزب الرفاه، على الدعاره في اسطنبول عن طريق فتح بيت لرعايه التائبات امام كل بيت دعاره. نفس الفكره. لان هي البنت اللي بتعمل كده مش مبسوطه، لكن هي مش لاقيه وسيله اخرى للارتزاق. كانوا ياخدوها يرعوها يعلموها يجيبوا لها مكنه خياطه يشغلوها يوظفوها. فده موضوع. ايه كمان بقول لنا عن موضوع الكواليس؟ في حاجات تانية. يعني انا مش عايز اتكلم على ممثله واحده، ممكن الناس تقول طيب دي حاله واحده معظمهم على النقيض التاني او مبسوطين. في اسماء انا عايز الناس بعد كده تبقى تخش بنفسها، انا مش هقول تفاصيل، تخش على يوتيوب او جوجل وتكتب الاسماء دي، هي هتسمع انترفيوز كامله بيتكلموا على حقيقة صناعه البورنوجرافي في امريكا. منهم شيلي لوبن اللي احنا قلنا عليها في الاول. في ممثله تانية اسمها كريسي مورن. كريسي موران. كريسي. أوكي. موران. تمام. أوكي. ابريل جاريس، مونيكا فوستر، وجينيفر كيس. دول من اشهر الناس اللي ليهم انترفيوز لان هم اكس بورن ستارز، سابوا الاندستري واخذوا على عاتقهم يعني وظيفه تنويريه ان هم يقولوا للناس حقيقه الصناعه. تمام تمام. طيب في ستاتستكس ريليتد او ليها علاقه بالصناعه، يعني بالممثلات والممثلين. ستاتستكس يعني احصائيات. احصائيات. البرنامج ده عربي خلي بالك. تمام. أول حاجة بتقول إن 36 ممثل وممثلة ماتوا من فترة ما بين 2007 و 2010 بسبب الـ HIV أو الإيدز. الهيومن إميونو ديفيشنسي، نقص المناعة. 66% من الممثلين والممثلات اللي موجودين في صناعة الأفلام الإباحية مصابين بمرض جنسي لا يمكن شفائه. أكتر من لأن الأفلام دي لما بتعمل ما بينفعش يكونوا عندهم لابسين فيها الوقاية أو الحاجة. بالظبط. لأن هم عايزين يعني عايزين يدوا حاجة شبيهة بالحقيقة للمشاهد. بالظبط. فبالتالي ما بيهتموش بسلامة الممثلين. ما بيهتموش بسلامة الممثل. أوكي. بالظبط. أكتر من 100 رجل بيرفورمر في الصناعة دي ماتوا نتيجة الإيدز. دي إحصائية تانية. فيعني الموضوع
فعلا مزعج وان احنا مش شايفين ده وان احنا بنبص على الناس دي على انهم مبسوطين اجسام خياليه. انا عايز زوجتي تبقى زي دي، انا عايز لما اختار زوجه او شريكه للحياه تبقى زي دي. هي دي المشكله، بيحصل تشويه. حد اقول لك على حاجه، معلش اتفضل. الموضوع ده بيفكرني بشاب مره جالي، وشاب سمته يعني متدين وملتحي، وقال لي انا يعني الحمد لله جاهز وعندي شقه دلوقتي وعندي وظيفه جيده وعايز ان انا اتجوز، وريت ترشح لي يعني اخت اتجوزها. قلت له طيب ايه طلباتك؟ قال لي انا عايزه تكون متدينه جدا. قلت له الله يفتح عليك. ايه كمان؟ قال لي عايز اكون مثقفه جدا. قلت له بسم الله ما شاء الله عليك، ما اكثر من ده تربت يدك. ايه بقى كمان؟ قال لي عايزها جميله جدا 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 جدا. قلت له اشمعنى دي اللي حاطط لها خمسه جدا؟ واي حاجه تانية كانت جدا واحده. هو يبدو يعني هوس. بسبب هوس، بسبب يعني حصل تغير للذوق العام عند الشباب، الى ده ادى الى عروسه. لان خلي بالك انه النهارده بقت مش بقى يعني ضعيفه الجمال عندها مشكله، ده بقت متوسطه الجمال كمان عندها مشكله، لانه كله عايز من ده بس محجبه، من ده بس متدينه. هو لازم يفهم بقى حقيقة ده، ان ده كله منفوخ عند العجلاتي، وده كله مش حقيقي، وده كله خيال، وكل واحدة من دول عاملة 50 عملية نفخة حواجبها ونفخة خدودها ونفخة شفايفها ونفخة كل حاجة في جسمها، ده كله ده خيالي مش حقيقي. ده دي مسألة مهمة كنا نتكلم فيها للأسف، يعني لان الذوق بدأ يتغير، وده بدأ يؤثر على حياتنا الاجتماعية ومشاكل جوه بيوتنا دلوقتي. صح فعلا جدا. حاجة تانية إضافة للكلام اللي حضرتك قلته، حتى نفترض إن فعلا اللي بيتمثل دي مش عامل عملية تجميل، في فعلا منهم بيكونوا جمالهم جمال طبيعي، بس لما أشوف إن واحدة مدمنة مخدرات وكحوليات ومش متزوجة عشان حياتها من كتر ما هي بايظة ما تقدرش تتحمل مسؤولية أطفال وعايشة لوحدها وبيجي لها اكتئاب، يعني هل أنا فعلا عايز زوجة عشان توصل للشكل اللي أنا شايفه تبقى محور حياتها إن بتحسب بكل معلقة فيها كام كالوري؟ أنا مش هتجوز، أنا هتجوز ملكان، أنا مش هتجوز واحدة بتفاعل معاها. تمام تمام. كان في نقطة تانية بقى، المخرجين. المخرجين اللي بيخرجوا الأفلام دي بالظبط، يعني انا سالت نفسي سؤال الاول، الصناعه دي بتتم فين؟ في هوليوود ولا في مكان تاني؟ لا، الصناعه دي مقرها هي USA based في امريكا. في امريكا معظمها في فالي اسمها سان فرناندو فالي في ساذرن كاليفورنيا، جنوب سان فرناندو فالي في جنوب كاليفورنيا. بالظبط، ده مقر صناعه الافلام الإباحية. مقر صناعه الافلام الإباحية. بالظبط، وده اللي اتعمل فيه الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاه والسلام. فعلا هو اللي عامله. فعلا. ايضا من مخرجين المواقع الاباحيه. فعلا. كان اسمه حتى آلن روبرتس. انا لما عملت سيرش صدمت ان اكتشفت ان هو زي ما حضرتك قلت هو اساسا مخرج افلام اباحيه. فانا اللي شدني، طب لو حد بالعقيده دي واحد بينتج افلام بون يعني هيؤمن بايه؟ فاكيد ممكن يكون عنده قابليه انه يسيء لدين تاني. اذا اتتك المذمه من ناقص فهذا دليل انك كامل. بالظبط، وليس هناك اكمل من السلام. فاحط اهل الارض هم اللي هاجموه بهذا الشكل. فعلا صح. أول شخصية أنا اصطدمت بيها شخص اسمه هيوج هافنر. هيوج هافنر. هيوج هافنر. هيوج هافنر هو مؤسس بلاي بوي. مؤسس البلاي بوي. مؤسس بلاي بوي. بلاي بوي دي أول مجلة عن طريقها الصور الإباحية وصلت لكل بيت في أمريكا. تمام. في 1953 أسس بلاي بوي. هيوج هافنر كان عنده إيمان بنظرة الرجل المعاصر. يعني الرجل المعاصر هو الشخص اللي مش متزوج، عنده علاقات جنسية كتير، بيهتم جدا بنفسه، اللي هي الصورة اللي بتخلدها كل أفلام هوليوود. اللي هي الصورة اللي خلت دلوقتي الشباب يعتقدوا أن الجواز ده قفص بيتقفل عليا فيه وحفقد كل متع حياتي بعديها. فهيج هافنر كان ليه مقولة مشهورة جدا بيقول فيها أن بلاي بوي أصبحت صوت الجيل الجديد اللي بيعكس نظرة الرجل المعاصر. بمعنى آخر، بلاي بوي بقت هي الكتاب المقدس. أي هي الدين. في ناس بتقول ديني هو الموني and sex، الفلوس والجنس. يعني ديني يعني التشريع اللي أنا بتابعه في حياتي. فممكن واحد يكون عنده دين ومؤمن بيه. هو أصلا كلمة دين في اللغة العربية يعني طريقة حياة. بالظبط، خلي بالك، يعني ما كنا لنأخذ في دين الملك، يعني في طريقة حكم الملك، في السيستم بتاع الملك. فهو اللي بيقوله دلوقتي هيوج هافنر انه خلى البلاي بوي بديل دلوقتي عن الكتاب المقدس، واخبرك ازاي؟ واصبحت هو ده الدين، هي دي طريقة الحياة، وعملت انهيار لقيم الأسرة. فهمت. مسألة ان الشاب عايز يستعد عشان يتجوز ويكون أسرة، لا،
هو بقى الشاب عايز يعيش حياته، يكسب فلوس ويصرفها ويعيش حياته بطريقة فيها يعني إرضاء للشهوات الجنسية وإباحية شديدة. بالظبط، يعني هو هنا بيحاول يوصله ليه تتجوز طالما ممكن تعيش حياتك وتستمتع، ليه تخلق نفسك؟ بالظبط. في موقع ممتاز جدا قريت فيه مقالات كتير عن هيوج هافنر اسمه هوليوود أنماسكت. هوليوود أنماسكت يعني نزع القناع عن حقيقة هوليوود. الموقع ده بيناقش أفكار عديد من المخرجين وعديد من الممثلين والممثلات وعديد من الشخصيات المهمة زي هيوج هافنر، وجايب عنهم مقولات وحياتهم وطبيعة طريقة تفكيرهم. لما أنا شفت فعلا الحاجات دي وقريتها، في حتى مقال مشهور جدا في الويب سايت اسمه هوليوود أند بورنوغرافي، بيشبه صناعة أفلام هوليوود بصناعة أفلام البورنوغرافي، لأن في الأول وفي الآخر رغم أن دي طبعا بطريقة ما أنضف في الصور، بس أفلام هوليوود أفلام درامية أنضف شوية من الأفلام الإباحية، لكن بيشبههم، بيوصلوا نفس المعتقدات. بيوصلوا نفس المعتقدات. يعني مثلا دلوقتي حتة، أولا أي فيلم في كونسبت اسمه سكس سيلز، دي معروف، أي حاجة أي مادة جنسية في الفيلم بتبيع. يعني الفيلم عشان يبيع يجيب له شوية مشاهد من اللي بيسموها مشاهد إثارة، مشاهد ساخنة، إحنا بسميها قلة أدب. أيوة. فالفيلم يتباع، دي حاجة موجودة في كل حتة في مصر. بالظبط، احنا يعني بقينا ناخد الموضوع بابتزال كمان. لا يطلع على الافيش بتاع الفيلم بس ممثله طالعه كده نص عريانه وكده الفيلم يتباع على طول. كان في مقوله حتى لشارن ستون، شارن ستون ممثله معروفه جدا في المقال اللي انا قريته مزعجه، بتقول انا اي بليف ان جيسس كرايست، هي مؤمنه بالمسيح، بس بتقول اي دو نوت بليف ذات سكس از ا سين، يعني انا لا اؤمن ان الجنس ذنب. نعم. نعم على فكره، وده حقيقي، الجنس مش ذنب، ولكن الجنس بهذه الطريقه هو الذنب. بالظبط، هي بتتكلم عموما. انا سبحان الله، شو انت بتتكلم وانا معايا كتاب رائع جدا اسمه سكس ان هيستوري او الجنس في التاريخ، بيتكلم عن نظره الثقافات المختلفه للجنس، نظره المسلمين للجنس، نظره اليهود للجنس، نظره المسيحيين للجنس، نظره الصينيين للجنس، الفرق كله. ولقينا ان هو يعني كاتبه الكتاب اسمها ري تناهيل، كاتبه امريكيه، ري تناهيل، وصلت الى انه المسلمين هم اكتر ناس ليس عندهم عقده من الجنس، ولكن يمارس عندهم داخل الاطار الطبيعي النظيف، اطار الاسره، اطار الزواج. طيب كده بالنسبه للموضوع الكواليس جيد، احنا عايزين بقى نخش فيه من ابحاثك في المجال ده بقى. في برضو شخصيات تانية كنت عايز أذكرها. هتتكلم لسه في الموضوع؟ طيب سريعا. في بسرعة شخصية تانية اسمها أليستر كراولي. أليستر كراولي ده كان شخصية روائي وكان ناقد سينمائي، ولد 1875، وادعى إن هو نزل عليه كتاب اسمه The Book of the Law من خلال رسول. The Book of the Law. The Law. كتاب القانون. كتاب القانون. تمام. ماشي. ده مدعي نبوة. بالظبط. ادعى النبوة وقال إن عن طريق الكتاب ده ابتدع دين. الدين ده اسمه The Religion of Thelema. وعلى فكرة صورته معانا على الشاشة، والراجل ده أنا لما بصيت عليه على الإنترنت لقيت إن غير المسلمين كاتبين عنه اسمه كده The Wickedest Man in History، أشر الناس في التاريخ. ده مش مسلمين اللي قالوا عليه كده. بالظبط، يعني ده شيء مسمينه أشر الناس. فده مدعي نبوة بيقول إن هو كتاب القانون ده نزل عليه. استشف منه أو استنبط منه The Legend of Thelema، اللي هو كان بينص على قانون واحد معناه افعل ما تشاء وليكن هذا القانون، يعني اعمل اللي انت عايزه وهو ده القانون، وهو ده قانون حياتك، هو ده تشريعك انت اللي يخليك مبسوط اعمله، مالكش دعوه بحد. تمام. بعد وفاه هيوج هافنر في 1947، عديد من الموسيقيين الموجودين في وقتنا الحالي والفيلم ميكرز مخرجين الافلام امنوا بعقيدته وبقوا يعبروا عن معتقدهم وايمانوا بيه في افلامهم وفي اغانيهم. مثلا هتكلم على بانز ممكن يكون في ناس كتير بتسمعها، في فرقه اسمها ميتاليكا، في مغني اسمه بون جوفي، بريتني سبيرز، مارلين مانسون، كل الناس دي مؤمنين بعقيده السيتانيزم او عباده الشيطان، او ان انا اوهب نفسي للشيطان واؤمن بالانغماس في الذات او سيلف اندلجنس، الانغماس في الذات دي تعتبر عباده الشيطان، الواحد ينغمس في ذاته. بالظبط. اوكي. اخيرا مقوله شهيره جدا لأليستر كراولي بيقول فيها انا ما كنتش عايز اكتفي بان انا الاقي شيطان واعبده، انا كنت عايز اصعد الموضوع ان انا ابقى الشيطان بنفسه وادعو الناس ليا. كويس، عشان ما يبقاش في شيطان واحد، فهو مش بس عباده شيطان لا كمان شرك بالشيطان، يبقى في شياطين كتير يعبدوهم، مش عايزين يعبدوا شيطان واحد. فيعني ده بالنسبه لاثنين الشخصيات اللي فعلا حسيت ان لازم الناس تعرف عنهم عشان تعرف هم حاجه تانية هتقولها في هذا الامر، وانا عايز انقل على نقطه تانية. لا كده كده. طيب خلينا نشوف بقى من خلال ابحاثك، هل مشاهده المواد الاباحيه سواء افلام او غيره عاده ولا ادمان؟ هي دي اعتقد اهم نقطه.
لا هي مش ولو عادة. ادمان عايز اعرف ليه. حلو جدا. هي ادمان اولا مش ادمان عادة. انا حاسس كده معلش كده يعني هي مشكله عاده زمان لما كانت الافلام والصور طبيعيه حتى لو كان في يعني في هي غلط بس هي كانت طبيعيه. دلوقتي الموضوع بقى ادمان. ليه بقى؟ هتكلم الاول بشكل عام على حاجه بتفرز في المخ في ماده اسمها الدوبامين. الدوبامين ده كيميكال بيفرز خلال اي فعل ايجابي احنا بنعمله. مثلا رايح الجيم، اشتريت حاجه جديده، عملت اتشيفمنت او انجاز في شغلي، عمليه جنسيه، رياضه. الدوبامين وظيفته ان هو يحببنا في الافعال المهمه لبقائنا. بمعنى لو انا ما حبيتش الاكل وما استمتعتش بيه فحسيبه، لو انا سبته بقائي هيهدد. فربنا سبحانه وتعالى وهبنا القدره دي عشان يبقى فيه تكراريه للافعال اللي احنا لازم نعملها. حلو كده. عن طريق افراز ماده اسمها الدوبامين. دوبامين في الحاجات اللي انت بتحبها بالظبط. حتى في سايكولوجيست او علماء نفسيين بيقولوا عليه ذا مولكيول اوف ادكشن او يعني ماده الادمان. ماده الادمان. طيب ايه علاقه ده بالبورنوجرافي؟ طيب ايه علاقه ده بالبورنوجرافي؟ المخ مش بيفرق ما بين الحقيقه والخيال. بمعنى لو انا شفت فيلم رعب هحس بنفس الاحساس اللي انا بحسه لو انا في المشهد ده. يعني انت عارف كويس انك قاعد على كرسي في التلفزيون بتاع بيتكم وشايف فيلم رعب وبتترعب. بالظبط. ده معناه ان المخ ما يقدرش يفرق هنا بين الحقيقه والخيال. بالظبط. وده اللي بيستخدم في دعايه للمحلات الاكل والكلام ده كله. طيب فلما حد بيتفرج على صوره جنسيه فالعقل بيعمل نفس الافرازات اللي بتحصل خلال السكشوال اكتيفيتي او النشاط الجنسي. حلو جدا. طب ايه علاقه ده برضه بالادمان؟ طيب ايه الصور اللي بتتشاف على الانترنت؟ حاجات متطرفه جدا. يعني بدون ذكر انواع حاجات بتعمل عمليه اثاره زايده للمخ فبتفرز كميات من الدوبامين اعلى بكتير من المعدل الطبيعي اللي بيفرز في اي فعل تاني. اوكي. فهنا بقى النقطه ان عشان البورنوجرافي بتفرز كميات دوبامين عاليه جدا فبيبقى فعل مفيش فعل تاني مساوي ليه في المتعه اللي بيوفرها. فبيبقى ادكتيف. لان ممكن حد يوصل ان هو يبقى مدمن مواقع اباحيه رغم ان هو متزوج. يعني هو متزوج ومراته يعني جميله جدا وكل شيء، لكن هو اصبح مدمن. هذا بيفرز دوبامين اكبر من التاني. بالظبط بالظبط. فده السبب الاساسي اللي مخلي البورنوجرافي ادكتيف. هقول لحضرتك مثال بسيط جدا. حد نفترض ان حد عايش اللي مخلي البورنوجرافي شيء يدمن يعني. واحد عايش مثلا في الخمسينيات، عايش ومتعود على الافلام اللي بيشوفها ابيض في اسود، وبعد كده لقى آلة زمن، فدخل آلة الزمن وصل لوقتنا دلوقتي 2012. شاف فيلم من افلام النهارده، فيلم اللي هو فيه مؤثرات صوتيه وبصريه، اي فيلم من افلام هوليوود. فحس ببلاجر ما حسوش قبل كده. حس بمتعه فظيعه بيتفرج على فيلم ملون. بالظبط. وهو كان ايام شارلي شابلن الفيلم كان البانتومايم اللي هو من غير الصوت. فتعجب ان هو لو رجع مش هيقدر يتفرج على الفيلم الابيض والاسود. لو رجع هيحس بحاله فتور. ليه؟ لان هو شاف شيء خيالي مصطنع بيدي تجربه ممتعه ما فيش شيء في الواقع بنفسه. اوكي. فهي دي الفكره. عشان كده بورنوجرافي از ادكتيف. اوكي تمام. طيب ايه بقى دور المواد الاباحيه في زياده او في وجود التحرش الجنسي؟ يعني هل ده له دور؟ تحرش الجنسي. مشوك يا ولد في الشارع بيتجرأ انه يمد ايده على بنت، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ طيب احنا اعتقد كلنا عارفين ان اي حاجه بنتفرج عليها بتاثر فينا بشكل ضمني. يعني مفيش حد في فيلم بورنوجرافي بيطلع ماسك لوحه ويقول انا عايزك تبص للبنت بشكل وحش. مش بيحصل كده. بس بيحصل ايه؟ خلال الفيلم انا بشوف واحده مبسوطه من اللي بيحصل فيها عذرا يعني، وبتنتهك ومبينه ان ده اللي هي عايزاه واللي هي حباه. تمام. فدلوقتي لو انا جبت واحد سيناريو واحد بيستخدم البورنوجرافي كل يوم بيتفرج عليه، بيتفرج على الانواع اللي فيها اهانه للبنت. بعد مثلا شهر شهرين سالته سؤال، انت شايف ان المراه بتحب العنف الجسدي؟ من خلال الافلام اللي شافها هيجمع التعليم اللي كانت بتوصل له بشكل ضمني في الفيلم وهيقول اه. يعني ممكن واحد يقتنع ان البنت بتحب الاغتصاب لان هي بتطلع في الفيلم بتغتصب ومبسوطه او بتغتصب وده سيناريو بالنسبه لها محبب. انت قلت كلمه خطيره، هيجمع التعاليم. بالظبط. عمليه تجميع. يبقى ده اصبح مصدر للتعليم وتشكيل الايه المعتقدات. ده هنتكلم فيها بعدين. لكن انا بقوله ان دلوقتي واحد ابتدى يدمن المواقع الاباحيه، بيشوف البنت بتتلمس بشكل معين وانها مستمتعه، فبيفتكر ان كل بنت قدامه في الشارع وهي بتمثل طبعا هتستجيب. وطبعا البنت اللي في الفيلم بتمثل وبتاخد فلوس على اللي بتعمله. بالظبط كده. هو مش في الحته دي، هو مش شايفها بقى. بالظبط. هو مش بتمثل وبتاخد فلوس على اللي بتعمله وبتاخد مخدرات عشان تتحمل هذا الكلام. بالظبط. هو متخيل ان البنت اللي في الاتوبيس دي
هتنبسط قوي لما هو يعمل كده. هي عايزه كده، هو فاكر او انها عايزه كده. بالظبط بالظبط كده. فيبدا هو ياخد يعني اكشن كده ويبدا يتحرش جنسيا. ماشي. طيب في نقطه انا كنت عايز اتكلم عليها خاصه بالادمان، نقطه قبليها. طب الشخص يعرف ان هو مدمن ازاي، او ايه العلامات اللي عن طريقها بستشف ان الشخص ده عنده ادمان مش عاده ازاي؟ طيب في 4 سمات اساسيه مميزه للادمان. حاجه، اول حاجه loss of self control او فقدان السيطره على النفس. اوكي. بمعنى الشخص بيحس ان في حاجه غلط، الفعل ده مش مرتبط بوقت، ده انا ممكن يكون عندي شغل تاني يوم الصبح ومش قادر اقوم من على الكمبيوتر. بيبتدي يجي على اولويات حياتيه اهم. عنده امتحان وبرده مش قادر يقوم يذاكره، هو عايز يستمر، عايز يتفرج اكتر، ما البوفيه موجود، مع انه عارف ان الانترنت موجود بعد الامتحان، ممكن بعد الامتحان يجي يكمل فرجه، لكن هو مش قادر. هو معمول عمليه حجب من كتر الامتاع، يبقى فقد السيطره على نفسه. بالظبط. اول حاجه دي. طيب. اول علامه من علامات الإدمان. فقدان السيطرة على النفس. بالظبط. طب ليه بيفقد سيطرة على نفسه سريعا؟ العقل مقسم إلى جزئين أساسيين. حاجة اسمها primitive brain أو العقل البدائي بنشترك فيه مع كل الحيوانات، وفي حاجة اسمها the new brain أو العقل الجزء العقلاني. كل جزء منهم ليه صوت. في صوت الغريزي اعمل ده، وفي الصوت اللي هو المتطور خلي بالك ده عواقبه سيئة. الشخص اللي بيكون مدمن بيكون شخص بيعيد الإجابة على صوت عقله البدائي، عقله الحيواني الشهواني، عقله الحيواني. فبيضعف بيضعف قدرة عقله العقلاني ان هو يتدخل ويكون له انفلونس عليه. فبيعاني من حاجة اسمها loss of impulse control او تحكم في الرغبات. دي من وظائف العقل العقلاني او الجزء العقلاني بتتمحى، لان الباثويز او الممرات اللي موجوده في العقل يعني تكاد تكون بتتدفن. انا لو عقلي كل شويه بيقول لي خلي بالك ده هيأذيك، وانا بستجيب للصوت التاني الصوت البدائي، انا بضعف قدرتي على التحكم في نفسي وان انا اخد اكشن على الصوت الصح. فده السبب. تاني حاجه تري اوكيبيشن وذا بيهافير او الهوس بالسلوك. الشخص اللي بيكون مدمن بيكون عنده هوس بالماده الادمانيه بتاعته. بمعنى هوس بيكون في شكل من شكلين، يا اما هوس ان انا اوقف، يا إما هوس إن أنا أتصاعد أو إن أنا يعني أطلع بالموضوع على شكل أسوأ. هوس إن أنا أقف إزاي؟ بمعنى لو أنت حسيت إن أنت بتقضي وقت طويل قوي مهموم بالموضوع وبتحاول تدور على طرق من خلالها توقف، اعرف إن ده مش عادة. العادة ما بتعملش كده، العادة فقط بتعمل لك حاجز نفسي مش بتعمل حاجز دماغي. فده معناه ان انت عندك ادكشن. لو انت مهووس بالسلوك ومش عارف توقفه ازاي وبتعاني ومهموم بيه، فده من علامات الادكشن. مهموم يعني بتبتدي تحس انه غلط لكن مش عارف توقفه. مش عارف توقفه ازاي، بتحاول مش عارف. يعني ادركت انك تعمل حاجه غلط وانها بتضرك لكن مش عارف توقفها. الاذى ده علامه الادمان. بالظبط. الاذى وقع عليا بس انا بحاول اوقف وبرجع له تاني. يبقى حاجه فقدان السيطره على الذات على النفس. نمره 2 اني انا حتى لو ادركت اني بعمله غلط ومش قادر اوقفه، ده برضو علامه ادمان. ايه كمان؟ النيجاتيف كونسيكوينسز او العواقب السيئه بقى، ودي اخطر نقطه. التعريف العام لكلمه ادمان هو نمط من السلوك متصاعد ومستمر بالرغم من العواقب السيئه اللي بتقع على الشخص وعلى الناس اللي حواليه. يبقى تعريف الادمان نمط من السلوك متصاعد ومستمر بالرغم من العواقب السيئه اللي بتقع على الفرد نفسه وعلى الناس اللي حواليه. ده اي ادمان؟ ده اي ادمان؟ احنا مش بنتكلم على ادمان معين. انا عارف. تمام. عواقب سيئه يعني ايه؟ فقد زوجته، فقد شغله، اتمسك في مكان معين، لو حد اتسجن. لان عندهم في امريكا لو حد شاف شايل بورنوجرافي او المواقع الاباحيه ليها علاقه بالاطفال، سجن ما فيهاش كلام. لما يوصل لدرجه ان الحد ممكن يعاني من خساره من الخسارات دي ولسه بيستهلك بورنوجرافي، يبقى ازاي دي عاده؟ في حاجه في الموضوع. اخر علامه خالص حاجه اسمها temporary satiation او الاشباع المؤقت. اوكي. الادمان مش بيمشي في ستريت لاين، مش بيمشي في خط مستقيم. بيطلع وينزل. بمعنى انا مثلا دلوقتي النهارده اتفرجت على افلام اباحيه، الموضوع انتهى، قضيت 7 ايام او اسبوعين بعيد وحاسس بحاله فتور عشان شغلي عشان اسرتي عشان عشان عشان، الشخص بيتوهم ان هو كده وقف، او ان انا طالما بقالي اسبوعين فانا كده يعني ايه انتهيت من المشكله. انا عايز اقول لك ان دي من علامات الادمان، ان هو بيحصل يقف، رغبه تيجي فجاه يقف، فهو مش ماشي بخط مستقيم. هو بيطلع وينزل بيطلع وينزل. فده دي حاله خداع بس. طيب كلمنا بقى على شيء مهم، هو تاثير الادمان للمواد الاباحيه على العلاقات الزوجيه. تمام. مش انا المفروض لما اتجوز ما بقاش عايز اتفرج على بورنوجرافي؟ اعتقد الناس فاكره خلاص. هو اصلا
بيعوف في نفسه، احنا بنقول لك بيتزوج عشان يعوف في نفسه. اه بالظبط، هي فتره وعدت وانا اول ما اتجوز هسيب الحاجات دي مش هبص لها. تمام بالظبط كده، في كتير بيعمل كده لك عشان مش متجوز مش محصن، اول ما هتجوز خلاص مش هيحصل فعلا، مش قادر يخلص فعلا. طيب ويفاجئ ان هو بعد لما بيتجوز لسه بيقع في الموضوع، هو بيصاب بارتباك، هو نفسه هو بيحب زوجته هو مش فاهم ليه في رغبه ملحه عليه كل شويه ان هو يستخدم الافلام دي. تمام، فطبعا طبعا طبعا البورنوجرافي او الافلام الاباحيه بتاذي العلاقات الزوجيه. في زي اربع مراحل اي زوجه بتمر بيها لما تكتشف ان زوجها مدمن مواقع اباحيه. ايوه، في زوجة دخلت على الكمبيوتر بتاع جوزها، اكتشفت بقى، اكتشفت انه بيخش على المواقع دي، تعمل ايه؟ ايه المراحل بتخش فيها؟ اول ستيج او اول مرحله اسمها being in the dark، او هي لسه في الضلمه حاسه ان زوجها في حاجه، بينام متاخر، بيستهلك الكمبيوتر كتير، بيقعد بعد الشغل ساعتين ثلاثه مش في البيت، بيحب يبقى لوحده، بس هي مش شاطه ده بمشكله البورنوجرافي. ففي بعض العلامات موجوده في كتاب هنوه عليه في الاخر اسمه The Porn Trap، او مصياده البون او فخ البورنوجرافي. بيقول 18 علامه سريعا كده من خلالها ممكن الزوجه تستشف ان جوزها بيعاني من مشكله بورنوجرافي مش عنده حاجه تانية. اول نقطه، غياب غير مفهوم، ان اكسبلايند ابسنس، يعني بيغيب فترات طويله ومفيش مبرر واضح الموضوع ده. تاني حاجه، وجود هيستوري للمواقع الاباحيه. تالت حاجه، استخدام مفرط للكمبيوتر بالليل. هات لي بقى تاني، معلش انت يعني هاتهم لي تاني بقى. مش مفيش مشكله. اول انديكيتر او اول مؤشر، اول مؤشر يوري ان في استخدام لمواقع الاباحيه. اول حاجه، غياب غير مفهوم او ملوش سبب. انسان غايب مش موجود. يعني مثلا انت فين، معلش انا كنت مع اصحابي، اسباب غير مقنعه، هي بتحس ان غيابه ده وراه حاجه هي مش فاهماها. دي حاجه. ماشي. تاني حاجه، وجود انترنت بون ويب سايتس، مواقع اباحيه في الانترنت هيستوري بتاعه، على التاريخ بتاع ال اسمه ايه ده الجهاز، في هيستوري في مواقع اباحيه، او ان التاريخ ممسوح باستمرار. صح فعلا، واحد كل شويه كل يوم بيعمل ديليت للهيستوري بالظبط كده، بيمسح التاريخ بتاعه ليه؟ او اول ما حد يستخدم يقول له طب ثواني بس هعمل حاجه على الكمبيوتر ويمسح الهيستوري بتاعه. اقول لك الحاجه كمان، او ان واحد بيقصد باستمرار انه يخلي الشاشه بتاعه الكمبيوتر بتاعته، مش انا يعني لما كنا في امريكا، ما كنا في امريكا كان يقولوا لنا، ما كانش ساعتها فيه، لا كان لابتوبس قليله لسه، كان الناس معظمها عندها اجهزه كمبيوتر كبيره العاديه، كان يقول لك تحط الكمبيوتر في الليفنج روم مش في اوضه النوم، وبطريقه معينه بحيث ان الشاشه شايفها البيت كله، مش الشاشه ظهرها، بحيث ما حدش يكون داخل على الشاشه وما حدش عارف هو داخل على ايه، ده يبقى في شيء من الانفتاحيه اكتر شويه. دي ممكن فيها نتكلم فيها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه بتاعه العلاج والوقايه. ان شاء الله. تالت حاجه، سهر كتير لاوقات متاخره في الليل. رابع حاجه، ان الزوج على طول يطلب ان هو يبقى لوحده لما يتفرج على التلفزيون او لما يكون لوحده على الكمبيوتر، مثلا يبقى قاعد مع زوجته يقول لها طب معلش انا عايز اقعد لوحدي شويه، يخش الريسبشن الليفنج ايا كان المكان، فده انديكيتد ان هو بيعمل حاجه مش عايز حد يشوفها. خامس حاجه، تشينج ان باد تايم ريتشوالز او عادات النوم، حياته اتقلبت. سادس حاجة، انسحاب اجتماعي وعاطفي، ودي نقطة مهمة جدا، ان الشخص بيبتدي يعاني من خلافات او صراعات داخلية، بيبتدي ثقته بنفسه تتهز وبيبقى مش اجتماعي. ايوه، وانفصال عاطفي، ان زوجته هتحس ان هو ما بقاش قريب منها عاطفيا زي ما كان الاول. وده نتيجة ان البورنوجرافي بتعلم الراجل ان البنت آلة مش بني ادمة. اوكي اوكي، انسحاب اجتماعي، حتى مش عايز يقوم بواجباته الاجتماعية من زيارات، خروج مع الأسرة، وخلاص عايز ينعزل لوحده عشان ياخد وقت أطول للبورنوغرافي. بالظبط. تمام. سابع حاجة، ان هو ممكن يكون عنده ايميل خاص محدش يعرفه، او كريدت كارد خاص بيه، دول ممكن يكون حاجتين، بيستخدم الايميل عشان يعمل اد لناس فمش عايز حد يعرف عن الموضوع ده، او عنده كريدت كارد بيستخدمها فقط عشان يشتري افلام. ايميل خاص لان بعض هذه المواقع بتطلب ايميل وتبعت عليه ايميلات من بنات او حاجات زي كده، اللي هو يعني بالظبط الابديتس بتاعتهم والسبام ايميلز، يعني في ناس كتير اولا لما بيكونوا صغيرين بيتعرفوا على البورنوجرافي من خلال الجانك ايميلز او الايميلات اللي بيجيلهم على الجانك. فده برضه لا هو بيجي له ايميل من واحده وحاطه له صوره عاريه وتقول له انا مبسوطه ان انت بتتفرج عليا وانا عايز اعمل لك علاقه، هو مش فاهم انها اصلا دي بعت الايميل ده مبعوث ل 100,000 واحد مثلا او اكتر من كده كمان. لكن مش كده بس، الكريدت كارد كمان عشان خاطر الستيتمنت او
الجواب اللي بيجي من البنك اخر الشهر بيبين فيه اسماء الويب سايتس اللي بتسحب او انها حاجات غريبه بتسحب فلوس. بالظبط مظبوط. ماشي. احيانا بيحطوا اسماء ما هياش فاضحه عشان ما يبانش في الاستيتمنت قوي، لكن في الحاله دي برضو هيحصل ده يعني شكوك عند زوجته، هو ايه الفلوس دي وايه الـ 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 الناس الاجانب اللي بيسحبوا منك فلوس دول. مظبوط كده؟ بالظبط مظبوط. طيب عندك حاجه تانية في يخص العلاقه الزوجيه؟ انا ممكن ممكن يعني اتكلم على اهم الحاجات عشان في حاجات تانية كتير. قول. الزوج بيبتدي يستخدم لغة أنا آسف جنسية فيها إهانة أثناء الجماع. ده دليل على إن هو متشبع بتعليم البورنوجرافي، لأن هو في الأفلام ما بيتقالش غير الجمل دي. ده دليل على إن نظرته اختلفت لزوجته من إنسانة بيشاركها حياته لماشين أو مكنة. أوكي تمام. تيجي تبص عليها أنا مكنة وآلة للإمتاع، مش شريكة حياة، مش شريكة في العملية. بالظبط بالظبط. من أهم الحاجات برضو آخر حاجة خالص، الزوج بيبتدي يبدي اهتمام بممارسات جنسية غير طبيعية. أوكي. بيطلب من زوجته حاجات هي لما بتسمع الكلام ده بتحس إن ده في إهانة ليها، لا أنا مش عايز أعمل ده، بيبتدي يضغط عليها، طب تعالي نجرب ده. قد تكون محرمة أو حتى غير محرمة لكنها غير طبيعية ومجتمعنا مش متعود عليها. بالظبط بالظبط. فدي يعني ممكن تكون أكتر المؤشرات اللي ممكن الزوجة عن طريقها تستشف إن زوجها عنده مشكلة مع البورنوجرافي. أنا عايز أقول حاجة على فكرة، وده تأثير البورن على العلاقات الزوجية، ده هو في بقى كمان تأثير على العلاقات الأسرية. طبعا لأنه طبعا. لأنه زي ما قلت بيحصل انسحاب اجتماعي، مش عايز يخرج مع العيلة، مش عايز يخرج مع الأسرة، عايز باستمرار يبقى لوحده، أو إن إذا اكتشف الأمر ده من أولاده بيحصل انهيار للمثل الأعلى، سقوط للصورة بتاعت الأب أو كده، فبتبقى مشكلة الحقيقة. طيب في بقيه المراحل سريعا هقولها. قول. بعد لما الزوجه بتكتشف من خلال المؤشرات، في حاجه اسمها ذا شوك اوف ديسكفري او صدمه الاكتشاف بقى. كل زوجه بتتفاعل مع الخيانه دي بشكل مختلف. في واحده بتحس ان هي لا انا فيها مشكله، ما طالما هو بيبص على دول يبقى انا فيها مشكله او فيها حاجه مش صح. في زوجه تانية بتطلع على طول، هي عندها ثقه بنفسها تقول له انت والحاجات اللي بتتفرج عليها مع بعض، يلا مع السلامه. في زوجه ثالثه بتقول طب يعني يمكن دول عندهم حاجه مش عندي، فتبتدي تتنافس مع البورن ستارز وتقلدهم عشان ترضي زوجها. ودي اعتقد حاجه غلط، لان مهما عملت هي مش هتحل له مشكلته، هي كده بتهين نفسها بممارسات او براكتسز مش صحيه خالص. طيب لا ماشي، لكن اذا خدت بالها من نفسها اكتر شويه وبدات تتجمد، احنا عارفين ده مش الحل، ولكن احنا ندعو ان النساء ما يهملوش نفسه. أنا طبعا أكيد ما يهملوش نفسهم، بس الموضوع ما يبقاش لدرجة مرضية. مظبوط. لا الموضوع ده مش ده العلاج، يعني ما حدش عنده العلاج إن شاء الله ده الحلقة الجاية هنتكلم في العلاج والوقاية. بالظبط. طيب وإيه المرحلة الحاجة الرابعة؟ تراينج تو كوب بقى هو محاولة التكيف، زي هنا أنا اتكلمت عليها في المرحلة اللي قبل كده، إن أي زوجة بتعمل حاجة من التلاتة، يا إما بتتحول لفرد بوليس في البيت، يعني بتقول له تعالى كده أنا علاقتي بيك مهمة، هنزل انترنت فلتر، هراقب كل الاكتيفيتيز بتاعتك، هشوف الستيتمنت بتاعه الكريدت كارد، مفيش اي حاجه هتعملها انا مش هبقى مطلع عليها. طبعا ده مش صح، لان لازم اختيار العلاج يبقى من الشخص، لو هو مش عايز يختار التعليم ده احنا هنتكلم في العلاج بعدين. ماشي. تاني حاجه ان هي تتنافس، تالت حاجه ان هي تشوف مساعده خارجيه، ده الصح. ماشي اوكي. لكن في تراينج تو كوب اللي هو تتالف مع الامر، وده خطير. انا عندي حالات اللي هي زوجة عارفة من سنين ان زوجها مدمن مواد اباحية، وهي ساكتة عاملة نفسها مش واخدة بالها وخلاص كده، وقبل ذلك ده المفروض انها تكون ليها دور في مساعدته، ودي هنتكلم فيها ان شاء الله الحلقة الجاية. لكن عايزك تكلمي عن تأثير الـ 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 المواد الاباحية على حياة الانسان الشخصية، سواء في العمل او في الحياة الاجتماعية او كده. ده اكتر وجه تدمير الشخص نفسه، اكتر شخص بيعاني من الاثار الجانبية للبورنوجرافي. انا حاولت اكتب طب اقول لك حاجه، خلينا نطلع فاصل دلوقتي ونرجع ناخد موضوع التاثير على الحياه الشخصيه والعمل والحياه الاجتماعيه. طيب نطلع فاصل.